التحليلية من الميادين. مسار تصاعدي من التهديدات الداخلية والخارجية يرسمه التقدير الاستراتيجي السنوي الإسرائيلي. فلسطين الساحة الأكثر إلحاحاً، ما المقاربة التي تضمنها تقدير معهد أبحاث الأمن القومي تجاه هذه الساحة؟ كباش قانوني وسياسي في لبنان بعد استئناف المحقق العدلي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. القاضي البيطار يختزل القضاء بقوة دفع خارجية، ما موقعه القانوني وأي تداعيات لتحركته؟ البرازيل والأرجنتين تدرسان تدشين عملة مشتركة هدفها التقليل من الاعتماد على الدولار. مادورو يضم صوته للمبادرة الإقليمية، ودا سيلفا يقترح توسيع نطاقها الجغرافي. ما قدرة مشاريع العملات البديلة على تفكيك الهيمنة الأمريكية؟ في وثيقة اليوم، تل أبيب ترفض طلب المكسيك تسليمها قاضيا متورطا باستخدام برنامج بيجاسوس واختفاء عشرات الطلاب، ما دوافع تل أبيب؟ في قضية اليوم، خطاب التطرف الديني يتصاعد في الغرب. عقوبات أوكرانية على مرتبطين بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومظلة قانونية للمعتدين على المصحف الشريف في أوروبا. هل تحول رفض الاختلاف الديني إلى سياسة ممنهجة؟ أهلا بكم. أخطر التحديات داخليا فلسطين، وأكبرها خارجيا إيران وحزب الله قوة متعاظمة، هي بعض من العناوين العريضة للتقدير الاستراتيجي للعام الحالي الذي رفعه معهد الأمن القومي الإسرائيلي للرئيس يتسحاق هرتسوغ. الأوراق اختلطت، يقول التقدير في إشاراته إلى الساحة الفلسطينية. فما مقاربته تجاه هذه الساحة؟ ما المخاطر التي تنطوي عليها؟ وما التحديات التي توقع أن تواجه تل أبيب هذا العام؟ نتابع ثم نحلل. إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قدم مدير معهد أبحاث الأمن القومي اللواء الاحتياطي تامير هايمن التقدير الاستراتيجي السنوي لإسرائيل للعام 2023. التقدير الذي يقع في 86 صفحة ويحوي ملخصا وتسعة أبواب يتناول مروحة التهديدات والتحديات الداخلية والخارجية في الساحتين الإقليمية والدولية التي تواجهها إسرائيل في العام 2023. التقدير الاستراتيجي للعام 2023 ركز على دراسة نقدية للاستراتيجية الإسرائيلية إزاء التغيرات الهائلة في العالم والمنطقة، وناقش من بين الأمور الاستراتيجية إزاء الانزلاق إلى دولة واحدة يهودية وفلسطينية، والرد على البرنامج النووي الإيراني الذي يواصل تقدمه، والتحولات الداخلية في إسرائيل والولايات المتحدة. معدو التقدير وضعوا الساحة الفلسطينية في سلم الأولويات هذا العام لكونها وفقا لهم أكثر الساحات القابلة للانفجار، والتصعيد فيها يعد التهديد الأخطر والأكثر إلحاحا بالنسبة لإسرائيل، سواء بسبب الجمود في العملية السياسية أو وضع السلطة الفلسطينية. الساحة الفلسطينية عرفت من قبل حكومات إسرائيل كساحة ثانوية من خلال الطموح بدفع المشكلة الفلسطينية إلى الزاوية. الوضع الحالي هو أن المواجهة على الساحة الفلسطينية عادت إلى مركز الانشغال الأمني في إسرائيل. ارتفاع وتيرة العمليات الفلسطينية الأخيرة في الضفة الغربية وتطور طابعها وأدواتها والخشية من انزلاقها إلى القدس المحتلة من أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، التي فشلت بحسب التقدير الاستراتيجي في كبح موجة العمليات الفلسطينية في الوقت الذي تواصل فيه حماس أيضا تعاظمها في غزة. فيما انتباهنا موجه نحو الضفة، حماس تتعاظم بهدوء في القطاع، والنشاط الحثيث للمؤسسة الأمنية والعسكرية لم ينجح في قمع الإرهاب، وحافزية الانفجار زادت، ولا سيما إذا طبقت خطوط السياسة المتبلورة للحكومة الجديدة في إسرائيل. معدو التقدير وبهدف كبح التصعيد ومنع تفكك السلطة الفلسطينية أوصوا إسرائيل باحتواء ولجم نشاطها وطلب مساهمة دول عربية براغماتية في إنشاء كيان فلسطيني بموازاة صد حماس ومنع تأثيرها في الحرم القدسي والضفة الغربية.
نبدأ مع محلل الميادين للشؤون الإسرائيلية دكتور عباس إسماعيل. دكتور عباس، بعد التحية، ما هي الاتجاهات والتطورات المثيرة للقلق التي توقع التقدير أن تواجهها إسرائيل هذا العام؟ يعني التقدير انطلق أولا من الإشارة إلى أنه الميزان الاستراتيجي لإسرائيل في العام 2022 كان إيجابيا ومستقرا، ودق جرس الإنذار من أن هذا قد لا يحصل أو لا يبقى على حاله في العام 2023، حذر من اهتزاز هذا الميزان، واعتبر أن ذلك قد يكون ناتج عن مزيج مثير للقلق حسب تعبيره من الاتجاهات الخارجية والتحديات الداخلية، في إشارة إلى مجموعة من التحولات الجيوستراتيجية والجيوسياسية أيضا وعلى الساحة الدولية. دق التقدير ناقوس الخطر من المواجهة الأمريكية الصينية، تأثيرها على إسرائيل، استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما يمكن أن تضعه من تأثيرات على إسرائيل لجهة تضييق هامش المناورة، كذلك حذر بشكل كبير جدا من تراجع أي علاقة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية وبين الجاليات اليهودية، واعتبار أن ذلك يمس بمدماك أساسي في نظرية الأمن الإسرائيلية. والنقطتين الأكثر أهمية أو الأكثر خطورة ما يتعلق بالتطورات في الضفة الغربية من جهة، ومن جهة ثانية ما تشهده الساحة الداخلية من انقسامات ومن حالة من الاستقطاب ومن تراجع في المنع الاجتماعية، واعتبار أن ذلك سوف لن يترك تأثيرات فقط على الجبهة الداخلية إنما أيضا ستكون له تأثيرات على الميزان الاستراتيجي بأجمله لإسرائيل. نعم، بالحديث عن المجال الاستراتيجي، ووفق التقدير فإن حزب الله قوة متعاظمة، ربطا بذلك نسأل مراسل الميدان عباس الصباغ، ما الذي يجري على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، لا سيما فيما يتعلق بالاستنفارات المتبادلة بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال؟ نعم، بطبيعة الحال يعني على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ أيام نشهد استنفار بشكل متقطع بين الجيش اللبناني من جهة وجيش الاحتلال من جهة ثانية، كل ذلك بسبب يعني الإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال على طول الحدود. هو بدأ منذ العام 2012 ببناء جدار عازل وتحديدا قبالة مستعمرة المطلي قرب بلدة كفر كلا الحدودية اللبنانية، ويمتد هذا الجدار وصولا إلى بلدة مروحين والتي هي يعني في القطاع الأوسط وقريبة من بلدة عيتا الشعب. يعني هذه الإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال كلها مخافة بأن الحرب المقبلة لن تكون على الأرض اللبنانية، خاصة بعد يعني الإعلان الشهير للسيد حسن نصر الله عندما قال بأن عندما توجه للمقاومين بأن ينتظروا عندما تعطيهم القيادة أمرا بأن يدخلوا إلى المستوطنات الإسرائيلية. وبالتالي يعني نذكر حتى حادثة الشجرة في العديسي العام 2010، وعندما تصدى الجيش اللبناني لقوات إسرائيل كانت تحاول إزالة شجرة لأن تعتقد بأن خلف هذه الشجرة ممكن أن يختبئ مقاوم أو مشاكل، وبالتالي سقط يعني ضابط للجيش الإسرائيلي واستشهد جنديان من الجيش اللبناني. هذه الإجراءات المتواصلة كلها تنم عن خشية من أي تحرك على الحدود، وبالتالي يعني كل هذه الهالة التي تحيط بإسرائيل كقوة عسكرية كبيرة نراها في هذه التحركات الأخيرة على الحدود مع لبنان، وكأنها هي فعلا كما قيل العبارة الشهيرة بأن أوهن بيت العنكبوت، وتسعى إلى بناء هذه الجدر وغيرها، ولا وعندما تحاول تخطي الخط الأزرق أي هو خط الانسحاب، يتدخل الجيش اللبناني ويمنع أي عمل خارج الخط الأزرق أي داخل الأراضي اللبنانية. دكتور عباس إسماعيل، من جديد إليك، ماذا عن المقاربة تجاه الساحة الفلسطينية التي تضمنها التقدير الاستراتيجي لمعهد أبحاث الأمن القومي، وما هي المخاطر التي تنطوي عليها؟ من واضح أن المقاربة التي تضمنها التقدير الاستراتيجي بشأن الساحة الفلسطينية تتلاقى أو تلتقي مع المقاربة التي يبدو أن رئيس أركان جديد هيرسي هاليفي يعمل عليها، وهي بمعنى معالجة المشكلة الأكثر إلحاحاً من أجل مواجهة المشكلة الأكثر أهمية. في التقدير الاستراتيجي اعتبار أن الساحة الفلسطينية هي الأكثر إلحاحا، بينما الملف الإيراني هو الأكثر أهمية، وبالتالي لا يمكن معالجة الملف الإيراني ما لم يتم مواجهة الموضوع الملح في الساحة الفلسطينية. التقدير يوجه انتقاد كبير للسياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه الساحة الفلسطينية، يعتبرها أنها تقوم على سياسة تقطيع الوقت وإدارة الصراع وإبعاد المسائل الكبيرة والحساسة، وبالتالي عدم الذهاب الى تسويه هذه الامور، ويعتبر ان هذه السياسه الاسرائيليه معطوفه على الثورات التي تشهدها الساحه الفلسطينيه لجهه التقدير بقرب انتهاء ولايه ابو محمود مازن او الموضوع الذي يشهده تطور المقاومه الفلسطينيه، يعتبر التقدير بان اسرائيل استمرت في سياسه اداره الصراع سوف تصل، وعدم الذهاب الى تسويه سوف تصل الى مفترق حساس جدا يؤدي
يؤدي إلى الذهاب نحو بالفعل إلى خيار الدولة الواحدة، باعتبار أن ذلك سوف يؤدي إلى نهاية المشروع الصهيوني. نعم. لأن قيام دولة مختلطة ثنائية القومية يعتبرها التقدير من أكثر المخاطر، لذلك يدعو إلى تسوية سريعة على المستوى الجغرافي والديمغرافي والسياسي مع الفلسطينيين. في لبنان مشاهدينا، اشتباك سياسي قانوني أشعله قرار المحقق العدلي طارق البيطار استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت. السابقة القضائية أدخلت البلد في فوضى، دفعت المدعي العام التمييزي غسان عويدات إلى إعادة تذكير المحقق العدلي بأنه ليس مكلفا راهنا بمواصلة عمله. فماذا في توقيتها السياسي وتداعياتها؟ نتابع ثم نحلل. قرار قضائي غير مسبوق يدخل لبنان في أزمة جديدة، فالمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار عاود مزاولة عمله على الرغم من قرار كف يده، وظهر كأنه يختزل كل القضاء. فادعى على قادة أجهزة أمنية وعلى قضاة وسياسيين ما استدعى ردا غير مألوف من مدعي عام التمييز غسان عويداد، مذكر البيطار بأنه ليس مسؤولا عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت بحكم القانون. قانونيون يصفون قرار البيطار بغير القانوني. كان قرار غير قانوني ما في شك، بس في ناحية إنسانية أنه في ناس مأوفين أفلت أخلى سبيلهم، وهذا حقهم كمان بالحرية إذا ما في داعي توقفوا يعني. تداعيات قرار البيطار تتفاعل وسط دعوات لإنقاذ العدالة. فليأخذ القضاء مساره الحقيقي الصحيح وتثبت الإدانات لكل مرتكب، ولكن ليس بالأساليب الملتوية بل بالأصول القضائية القانونية المطلوبة. بيد أن لافتة كان التسريب لقرار البيطار الذي جاء بعد أيام من زيارة وفد قضائي أوروبي لبيروت واطلاعه على محاضر التحقيق. الحقيقة هذه فوضى قضائية استكمال للفوضى السياسية والفوضى الاقتصادية والاجتماعية. اليوم الجسم القضائي بيّن أنه في كتير تداخل بالصلاحيات، ومبين أنه في مسيس وفي كتير من لا مسؤولية. مرجع أمني أكد الميادين أن قادة الأجهزة الأمنية تبلغوا قرار النيابة العامة بعدم تنفيذ قرار البيطار لجهة التبليغات، ما يعني أن لا قدرة لإحضار أي من المدعى عليهم. إلى ذلك برز موقف للسفارة الأمريكية في بيروت التي كررت دعم وحث السلطات اللبنانية على استكمال التحقيق. قضية انفجار المرفأ عادت في توقيت ملتبس إلى الواجهة بعد أشهر من التسييس الذي اعتمده القضاء في التحقيق بحسب أطراف سياسية وازنة في البلاد. قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت يعد سابقة في تاريخ القضاء اللبناني، ويحمل كثيرا من التساؤلات حول مضمونه وتوقيته، وما إذا كان يحظى بدعم خارجي. عباس صباغ، بيروت، الميادين. نبدأ تحليل هذا الملف معك عباس الصباغ، فكيف يمكن تفسير قرار القاضي البيطار؟ ما موقعه القانوني اليوم؟ وأي تداعيات قضائية وسياسية لمثل هكذا قرار؟ يعني ببساطة مدعي عام التمييز في لبنان قطع الشك باليقين عندما توجه إلى القاضي البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020، وقال صراحة ومباشرة له بأن أنت غير مسؤول عن التحقيق في هذا الوقت. يعني المحقق العدلي خلال فترة التحقيقات السابقة كان هناك اعتراضات على الاستنسابية التي اتبعها في مسار التحقيق، على استدعاء والادعاء على أشخاص سياسيين أو غير سياسيين، وعلى استمرار توقيف بعض يعني الموظفين الإداريين في مرفأ بيروت. كفت يد القاضي البيطار في 21 من كانون أول ديسمبر عام 2021، وبالتالي لم يعد يستطيع استكمال التحقيق. فجأة وبعد وصول الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان الأسبوع الفائت، كان حديث فرنسي عن ضرورة يعني إعادة التحقيق إلى مجراه، لأن هناك ضحايا فرنسيين بين الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت. كان يطالب القاضي البيطار بأن يطلع الرأي العام على الأقل على الأسباب التقنية وكيف حدث الانفجار، مثلا من أتى بالنترات التي انفجرت في مرفأ بيروت، من هي الشركة التي يعني استوردت هذه الكمية، من كان مسؤول عنه. كل هذه كان يتحجج بسرية التحقيق، لكن فجأة يصدر قرار يسرب إلى وسائل الإعلام ولا يبلغ إلى النيابة العامة التمييزية. يعني اليوم القاضي غسان عويدات لم يتبلغ القرار بشكل رسمي من المحقق العدلي، بغض النظر عنه ليس مسؤول ويده مكفوفة عن القرار. هذا الاستخفاف بطريقة التعاطي
تجعل هذا القرار موضع شك وريبة؟ وما هي الأسباب؟ ولماذا سرعت فقط وزارة الخارجية الأمريكية يعني عبر السفارة الأمريكية كما وزعت في بيروت عن هذا الدعم؟ هناك يعني شبه صمت في لبنان يعني باستثناء بعض الأصوات التي تدخل في إطار المزايدات، لكن هي قضية تحمل الكثير من التبعات على الساحة اللبنانية، وهناك تحذيرات من أن استمر المحقق العدلي وهو بالمناسبة يعني قاضي يصدر قرار ولا أحد يستطيع إيقاف قراره، لا سلطة قضائية توازي المحقق العدلي في لبنان، وهذا يفتح الباب أمام سجال وأمام تداعيات خطيرة في البلاد. أعود إليك عباس، ولكن الآن إلى هافانا في كوبا مع مراسل الميادين عروة محمود. عروة، من الواضح تسييس القضاء في لبنان، ماذا عن القارة اللاتينية؟ كيف يتم فيها استخدام القضاء في الاشتباك السياسي وحتى في الانقلابات الناعمة؟ نعم، في الفترة الأخيرة تتخذ القوى اليمينية والولايات المتحدة الأمريكية ما يمكن أو ما يسمى سياسة الانقلابات الدستورية الناعمة، وتستخدم القضاء كأداة رئيسية في الاشتباك السياسي، وقد نجحت في الحقيقة إلى حد كبير في هذه القارة. فالرئيس البرازيلي الحالي لويس دا سيلفا كان له معركة قضائية كبيرة ودخل السجن حوالي 3 سنوات بتهمة الفساد، وكان الهدف من هذه المعركة القضائية أو الاتهامات التي وجهت ضده هو منعه من الترشح للرئاسة، كما هو الحال في الأرجنتين، فقد حكمت محكمة أرجنتينية بالسجن 6 سنوات على الرئيسة السابقة للبلاد كريستينا كريشنر بعد إدانتها بتهمة الاحتيال الإداري، وهذا الحكم يمنع كريشنر من شغل أي مناصب رسمية مدى الحياة، وهذا أيضا ما نشاهده اليوم في البيرو كما حدث مع الرئيس بيدرو كاستيو في الأيام أو الأسابيع السابقة، حيث قام البرلمان بعزله بعد أن أقدم الرئيس على حل البرلمان، وأدى هذا إلى انقلاب على الرئيس كاستيو وتوجيه تهم له بالتمرد وسوء استخدام السلطة واعتقاله. إذن يتم هنا في أمريكا اللاتينية استخدام القضاء من أجل تحقيق انقلابات دستورية ناعمة على عدد من الرؤساء، ومن بعدها توجيه التهم إليهم لتجنب أو عدم السماح لهم بالترشح إلى ولايات رئاسية جديدة. بالعودة إليك عباس الصباغ، إلى ما يؤشر امتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرار القاضي البيطار؟ يعني بالفعل لا، نحن أمام سابقة في لبنان أن جهازا أمنيا يتحول إلى ضابطة عدلية عندما يعطيها الإشارة، تأتي الإشارة من القضاء، جهاز أمني بقرار قضائي يمتنع عن تنفيذ قرار قضائي آخر. هذه يعني أحجية جديدة، عدا بأن كيف يمكن لأعضاء أو أفراد في جهاز أمني أن يأتوا لاعتقال وسوق إلى التحقيق قائدهم، يعني إن كان المدير العام لأمن العام أو المدير العام لأمن الدولة، يعني هذا كله يشي بأن ما يجري هو فعلا مستغرب. يعني القرار الذي صدر من القاضي البيطار وهو أبلغ حتى لصقا، يعني الإبلاغ لصقا هنا لا يأتي عبر المباشر كما يسمى في القضاء، ويأخذ الدعوة ليبلغها إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي مدعى عليه، أو وزير سابق غازي زعيد، أبلغ لصقا في مبنى المدعي العام في مركزه، وبالتالي يعني التبليغات يجب أن تكون عبر النيابة العامة التمييزية. هو يعني تخطى النيابة العامة التمييزية حتى لم يبلغ المدعي العام التمييزي بأن هناك قرار ضده، وبالتالي كل ما يجري في هذا الملف بالفعل يعني هو مستغرب. ما الهدف من هذا التحريك الملف في هذه اللحظة، في لحظة فيها فراغ في سدة الرئاسة، فيها أزمة اقتصادية خانقة وخانقة جدا، هناك شارع يعني على شفير الانفجار الاجتماعي والفوضى، وبالتالي يأتي مثل هذا القرار؟ هل يعني هو ضمن الحصار على لبنان بأشكال متعددة؟ إلى أين سيذهب القاضي البيطار؟ يعني بحسب يعني ما هو رسمه بأنه حدد جلسات استماع للمدعى عليهم في شهر شباط فبراير المقبل، عندما لا يحضرون، وإذا كان ينوي الإكمال في طريقه فإنه في طريق بأن يدعي عليهم ويذكر ويصدر مذكرات توقيف ثم يصدر القرار الظني. يعني القرار الظني بحسب ما هو يعني قال بأنه أصبح شبه
مكتمل، وبالتالي نحن يعني أو لبنان أمام معضلة قضائية. فقط للتذكير أيضا مرة جديدة بأن قرار المحقق العدلي إذا استمر لا أحد يستطيع إيقافه أو منعه أو يعني إلغاه، وبالتالي هذه القضية فعلا معقدة وتفتح الباب أمام المجهول في لبنان. نعم. والآن مشاهدينا إلى فقرة وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم مشاهدينا مقال في صحيفة لوموند الفرنسية يكشف إصرار إسرائيل على رفض تسليم قاضي مكسيكي سابق يدعى توماس زيرون متورط في استخدام برنامج بيجاسوس للتجسس ضد معارضين، وهو متورط باختفاء 43 طالبا مكسيكيا. ويقول كاتب المقال جون بيير فيليو إن المكسيك طالبت عبر الانتربول إسرائيل بتسليمها القاضي السابق توماس زيرون الذي سبق له أن فر إلى كندا ومن ثم إلى إسرائيل، لكن تل أبيب رفضت تسليمه. وبحسب الكاتب فإن المدعي العام المكسيكي السابق خيسوس موريلو كرم المعتقل حاليا هو من عين القاضي زيرون على رأس وكالة التحقيقات الجنائية في العام 2014، وبعدها مباشرة استخدم زيرون برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس على نحو 15 ألف مواطن مكسيكي. ويقول الباحث جون بيير فيديو إن كل من كان ينتقد أو يشكك في الرواية الرسمية التي روج لها زيرون كان يستهدف ببرنامج التجسس الإسرائيلي، سواء تعلق الأمر بأهالي الضحايا أو بالصحفيين والناشطين الحقوقيين. من أمريكا الجنوبية تتكثف الدعوات للحد من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية. البرازيل والأرجنتين تدعوان لإنشاء عملة موحدة باسم سور أو الجنوب لاستخدامها في التعاملات التجارية في القارة. ما أفق هذه الخطوة وأهميتها؟ نتابع ثم نحلل. تفتح أمريكا اللاتينية الباب أمام تقليص نفوذ الدولار الأمريكي المتحكم بواجهتها الاقتصادية. الأعباء التي خلفها الاعتماد على العملة الخضراء دفعت أكبر اقتصادين في القارة الجنوبية إلى التلاقى حول مشروع اقتصادي ملهم. سور أو الجنوب مشروع عملة مشتركة تطرحها البرازيل والأرجنتين لاستخدامها في المعاملات المالية والتجارية في أمريكا اللاتينية بهدف التخلص من هيمنة الدولار. يمكن لوزيري المالية في البلدين بالتعاون مع الفرق الاقتصادية الخاصة بهما أن يقدما لنا اقتراحا بشأن التجارة الخارجية والمعاملات بين البلدين عبر عملة مشتركة يتم تدشينها بفتح نقاشات وعقد اجتماعات. تسير فنزويلا خلف الطرح البرازيلي من بين الجموع الغاضبة على السياسات الأمريكية والعقوبات الأحادية بحق كاراكاس، يؤكد الرئيس نيكولاس مادورو دعمه لمشروع العملة الموحدة. فنزويلا مستعدة لهذه الخطوة وتدعم مبادرة إنشاء عملة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبالتالي ضمان استقلال ووحدة دول المنطقة وتحررها. خطوة في مسار الحد من الهيمنة الأمريكية الاقتصادية في الجنوب، يمضي فيها لولا دا سيلفا حاملا دعوة أكثر شمولا عبر حث الدول الأعضاء في كل من مجموعتي البريكس وميركوسور إلى التفكير في اعتماد عملة مشتركة لاستخدامها في التبادلات بينها. دعوات لاتينية تلتقي مع خطوات القوى الصاعدة في الشرق. هناك تتحد روسيا والصين عبر تكثيف الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية الخارجية للتحرر من أعباء الدولار. أبدأ تحليل معك عروة محمود، يعني عملة مشتركة لدول أمريكا اللاتينية، ماذا تمثل هكذا خطوة، وهل الظروف اليوم مناسبة لمشروع بهذه الضخامة؟ نعم، في البداية يجب الإشارة أو من المهم الإشارة أن الإعلان عن هذه العملة يتزامن مع انعقاد مؤتمر مجتمع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سيلاك في بيونس آيرس في الأرجنتين، والذي يشارك فيه ممثلون عن أكثر من 30 دولة في القارة، وهو أكبر التكتلات في القارة والتي تأسس عام 2011 في كاراكاس في فنزويلا. البلدين البرازيل والأرجنتين يجريان محادثات بشأن العملة الموحدة منذ عدة سنوات. في الحقيقة
منذ عام 2019، لكن البنك المركزي البرازيلي انتقد الفكرة وعرقل تقدم المفاوضات في السنوات السابقة. حينها كان يحكم البرازيل البوليسيناريو من اليمين المتطرف، وحكومته في ذلك الوقت لم تكن تريد أي تقارب مع عالم الجنوب. إلا أن اليوم الظروف اليوم وصعود الزعماء اليساريين في البرازيل دا سيلفا وفي الأرجنتين ألبرتو فرنانديز أتاح دعما حكوميا كبيرا لهذا الاقتراح. العملة يمكن لهذه العملة أو لهذه الخطوة أن تؤدي إلى إنشاء ثاني أكبر كتلة أو كتلة عملة موحدة في العالم، تمتلك حسب الإحصائيات ما يقرب من 5% من إجمالي الناتج العالمي، والهدف الرئيسي لها هو مواجهة تأثير الدولار في المنطقة وتساعد في الوقت نفسه على تعزيز التجارة الإقليمية. ولكن في الحقيقة يجب أيضا الإشارة إلى أن الأزمات الاقتصادية والسياسية المتكررة في القارة تجعل إحراز تقدم عملي لهذا المقترح أو هذه المبادرة ضئيل بعض الشيء. اليوم على أقل تقدير هناك إرادة سياسية، هناك عدد من الدول التي أعربت عن دعمها للاقتراح، وأن أي خطة بلا أدنى شك بهذا الشأن ربما تستغرق أعوام لاستكمالها، ولكنها تأخذ وقت طويل حتى تصبح واقعا كبيرة من قبل دول أمريكا. اسمح لي أن أسأل دكتور عباس إسماعيل، كيف تنظر إسرائيل اليوم إلى مثل هكذا مبادرات يقودها اليسار في أمريكا اللاتينية، هذا اليسار المتضامن مع القضية الفلسطينية؟ لا شك بأنه إسرائيل لا تنظر أبدا بعين الارتياح لهذه الخطوات، أولا لأنه هذه التيارات والاتجاهات والمقربة من الفلسطينيين، وهذا بحد ذاته بالنسبة للإسرائيليين مصدر للإزعاج. ولكن المصدر الأكثر إزعاجا أو قلقا بالنسبة للإسرائيليين هو أن هذه التحركات أو هذه الإجراءات من شأنها أن تمس بالهيمنة الأمريكية الاقتصادية تحديدا، ومعروف أن هذه العصا الغليظة التي تضرب بها الولايات المتحدة كل خصومها، بل هي تضرب كل خصوم إسرائيل، وبالتالي أي تراجع أو ضعف أو وهم في هذه العصا الغليظة الأمريكية في أمريكا اللاتينية أو في غيرها يعتبر بالنسبة لإسرائيل أيضا من مظهر من مظاهر الضعف والقلق الذي تنظر إليه إسرائيل من هذه الزاوية. من جديد إليك عروة محمود، كنت قد ذكرت أن الإعلان عن هذه العملة الجديدة تزامن مع انعقاد مجتمع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سيلاك، الذي بالإضافة إليه هناك عدد من التكتلات المهمة في أمريكا اللاتينية. ما أهمية هذه التكتلات في مواجهة التحديات والمشكلات التي تعيشها القارة اليوم؟ بكل تأكيد أهمية هذه التكتلات هي في المقام الأول مواجهة التكتل الكبير الذي تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثل بمنظمة الدول الأمريكية، والتي تشكل جزء من الأجندة الإمبريالية الأمريكية في القارة اللاتينية، التي كما نتذكر منذ وقت ليس ببعيد لم يتم دعوة بلدان مثل كوبا وفنزويلا وبوليفيا إلى آخر قمة عقدت في لوس أنجلوس، وعندها قام عدد كبير من دول القارة بمقاطعة هذه القمة تضامنا مع هذه البلدان الثلاثة. إن هذه التكتلات تهدف، وإن لم تستطع تشكيل قوة اقتصادية كبيرة، فهي تهدف إلى تقليل اعتماد أمريكا اللاتينية على المساعدات الغربية من خلال تعزيز التحالفات والتعاون داخل المنطقة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتجارة. مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي سيلاك والتي تعقد قمتها اليوم في الأرجنتين يتم تعريفها كالفضاء الطبيعي لتقارب بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي. تأسست في فنزويلا عام 2011، وبعد تأسيسها خرجت هذه الدول من إطار التعاون بين بلدانها وبنت علاقات تجارية مع روسيا والصين. وخلال اجتماع لمجموعة سيلاك في الصين عام 2015 تعهد الرئيس الصيني باستثمار 250 مليار دولار في أمريكا اللاتينية. إذن تشكل تكتل ومجموعة تضامنية هامة في أمريكا اللاتينية لمواجهة الهيمنة الأمريكية في المنطقة. الزملاء عروة محمود، عباس إسماعيل، عباس الصباغ، كل الشكر لكم. مشاهدينا فاصل قصير نحلل بعده قضية اليوم. We'll be right back.
من جديد أهلا بكم. في قلب الهجوم الأطلسي في أربع جهات الأرض والبارز بوضوح في أوكرانيا، يظهر التطرف الديني والعصبية العرقية كمحركين فاعلين في توجيه السياسات والقوانين والمشاعر، فبالتزامن والتوازي مع إحراق وتمزيق نسختين من القرآن الكريم في السويد وهولندا، يبرز اليوم قرار كييف فرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية. فأي مخاطر أمام تصاعد خطاب التطرف الديني وثقافة إلغاء الآخر؟ الخطير في تصاعد الخطاب الديني المتطرف في الغرب يكمن في تحول رفض الاختلاف في الهوية الدينية أو العرقية من نهج حزبي مجموعاتي إلى قناعة لدى كثير من الأحزاب الحاكمة يعبر عنها بسن قوانين وقرارات تستهدف إقصاء واستبعاد وقمع المواطنين من أصول مهاجرة أو ذوي الانتماءات الدينية المغايرة. سلطة فلوديمير زيلينسكي بفتحها النار على الكنيسة الأرثوذكسية والعقوبات على ممثليها في عدد من الدول المجاورة تساعد بخطاب العداء والاستفزاز إلى مستوى الحرب المباشرة بكل ما تستبطنه من تداعيات على الاستقرار والتعايش. زيلينسكي: المأزوم في الجبهة أمام روسيا والفوضى والمعارضة المتناميتان داخل مؤسساته يبحث عن فتيل جديد لدفع الصراع مع موسكو إلى مستوى جديد، ربما يكون العامل الديني فيه هو الأخطر على الإطلاق، ولا سيما لاتساقه مع نمو الخطاب والممارسة النازيين في أوكرانيا ودول أوروبية. فتيل صراع لم يتوقف اليمين الغربي المتطرف عن زرعه في قلب المجموعات الأوروبية منذ سنوات عبر نقل العداء للمسلمين والأفارقة والمهاجرين إلى مرحلة الفعل المباشر، دعوات طرد المواطنين من أصول أجنبية والاعتداءات على تجمعاتهم أحيانا وإقفال الحدود أمام طالبي اللجوء والعمل، كل ذلك ارتبط بخطاب عدائي وتحريضي بالغ الحدة. لم يكن موقف المفكر الفرنسي والبيك وبعض الكتاب إلا أحد تجلياته حين أوحى من باب التوقع بحصول هجمات دموية على تجمعات المسلمين في فرنسا، خطاب ربما شجع وسهل وغطى الخطوات الجنونية بإحراق وتمزيق نسخ من القرآن الكريم في السويد وهولندا تحت سمع وبصر السلطات الرسمية. نبدأ التحليل مع معد ومقدم برنامج دروب النور على شاشة الميادين الأستاذ غسان الشامي. أستاذ غسان أهلا ومرحبا بك. عام 2018 أعلن عن قيام الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية المستقلة في مقابل الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي بات يضاف إلى اسمها الرسمي عبارة التابعة لبطريركية موسكو. هل تأتي العقوبات اليوم في نفس إطار استهداف الكنيسة الأرثوذكسية؟ مساء الخير. هذا سيدتي سياق تاريخي للتدخل السياسة في شؤون الدين كما تتدخل المؤسسات الدينية في شؤون السياسة. بالواقع الكنيسة الأوكرانية والكنيسة الروسية هن كنيسة أرثوذكسية توأم، وتاريخيا هما مع بعضهما، يعني عندما قام القديس الملك فلاديمير اللي اسمه بأوكرانيا فلاديمير هو واحد عندهم، ولكن كان هناك تصميم تاريخي من قبل جهات في الغرب على تفتيت الحالة الأرثوذكسية وتحديدا بين روسيا وأوكرانيا. للصراحة من بدأ بهذا الأمر هو بوروشينكو عام 1918 خلال ترشيحه قبل أن يسقط أمام زيلينسكي، وهو أسس كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية المستقلة. كان حملة انتخابية سياسية طويلة عريضة، ولكن عندما نشبت هذه الحرب زيلينسكي أصبح جزءا من هذا المشروع لضرب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قبل الأوكرانية.
نعم، إذن هو مشروع تمتد جذوره يعني منذ كما ذكرت أعوام وسنوات طويلة. أسأل هنا محلل الميادين للشؤون الروسية الذي ينضم إلينا من موسكو الزميل أحمد الحاج علي، ما الغاية من هذه العقوبات الأوكرانية على شخصيات تمثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية؟ كيف يؤثر يعني هذا الانقسام الكنسي ديموغرافيا، وما موقف الأرثوذكسيين في أوكرانيا منه؟ تحياتي زميلة علاء ولك والزملاء والمشاهدين جميعا. أولا بالنسبة للانقسام الذي حصل في 2018 بمبادرة من بيوتر باراشينكو ملك الشوكولاتة وبمساعدة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية القسطنطينية بارثولوميوس، هناك بدأ الانشقاق الذي بدأ بالانتشار بشكل أفقي وعمودي داخل هذه الكنيسة. حتى الآن الكنيسة الأرثوذكسية المنقسمة الذاتية في أوكرانيا لم يعترف بها الكنائس الأرثوذكسية في العالم، منها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنيسة الأرثوذكسية القانونية في أوكرانيا. حتى هذه اللحظة ما يحصل هو شبيه بتحريض داخل المذهب الواحد، وهناك أيضا أولا بث شكوك الفرقة داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وقد حصل هذا الأمر. مصادرة الأملاك، ما تبقى من أملاك الكنيسة الأرثوذكسية القانونية التابعة لبطريركية موسكو في أوكرانيا، نعم، تمت وبشكل كبير. أما مشاركة أيضا وضع هذه الكنيسة في مواجهة الطوائف الكاثوليكية والبروتستانتية الأخرى، أيضا هناك مشكلة متشعبة ولن تقف أيضا عند حدود مذهب واحد أو كنيسة واحدة. نعم، إذن هي مشكلة متشعبة. نسأل هنا محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. تحياتي ناصر. يعني هذا الانقسام والمشروع ليس حديثا كما أشار الأستاذ غسان الشامي، فهل شكلت اليوم أوكرانيا تربة خصبة ليتظهر وبشكل سريع ما يشبه الصراع الخفي بين الكنائس الغربية والشرقية، وما دور يهود أوكرانيا في ذلك؟ تحياتي على والزملاء. أولا زيلينسكي يهودي وممنوع أن يتدخل في شؤون الكنيسة. اثنين، لا يحق له لا دينيا ولا أخلاقيا ولا سوسيولوجيا أن يفرض الحرمان على أي رجل دين من الديانات الأخرى، لا من باب الأدب ولا من باب الأخلاق ولا من باب الأمن والسياسة أيضا، فهو غير مؤتمن على أديان أخرى، ولا تقبل أي ديانة أن يأتي شخص آخر ويتدخل في شؤونها لأجندات سياسية، وبالتأكيد هو لأجندات سياسية. اثنين، أوروبا القارة العجوزية مقبرة كبيرة للصراعات والحروب الدينية. بعض المؤرخين يقول أن الحرب العالمية الأولى كانت صراع بين كنائس وأدت إلى مصرع عشرات الملايين. الحرب العالمية الثانية أيضا كان لها غطاء بصراع بين الكنائس وأدت إلى ارتفاع العدد إلى 70 مليون ضحية. اليوم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الأداء زيلينسكي لهذا المنطق وفتح هذا الباب سيؤدي إلى كوارث كبيرة، وهذا كله الآن رهن بوعي الكنيسة ورجالاتها ووعي الجانب الديني، لأنه أبشع الجرائم عبر التاريخ ارتكبت باسم الله وباسم الذين يتحدثون عن الدين. على كل حال من الأحوال أنا لست بريئا ولا أريد أن أكون بريء في هذا التحليل. كما لعبوا بوركة السنة والشيعة هنا مخابراتيا وإعلاميا، ارتد السحر على الساحر والآن يذوقون مرارة ما زرعوا. وأنا أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذ تعتقد بأن أوروبا بعيدة عنها والشرق الأوسط بعيد عنها، مسألة وقت وسيرتد الصراع الديني عندها وتعود الأمور إلى أسوأ حال ممكن. نعم. يجب إغلاق هذا الباب فورا. أستاذ غسان أقدر منا جميعا على تقدير الموقف من ناحية دينية. نعم. وهنا أسأل الأستاذ غسان الشامي، لماذا هذا التضييق والاستهداف للكنيسة الأرثوذكسية؟ ما الذي تخشاه كييف؟ سيدتي، الكنيسة الأرثوذكسية في حال لا تسر الخاطر حقيقة. نحن أمام 14 كنيسة أرثوذكسية مستقلة في العالم. إذا عرفنا أن من يقف مع زيلينسكي ومع الكنيسة الأوكرانية المنقسمة عن الكنيسة الأوكرانية الأم المرتبطة بالروسية، وأين يصب تاريخه
نعي تماما ما يحدث. رح أقول لك بكل بساطة، البطريرك القسطنطيني بارتلماوس اللي هو لم يعد لديه رعية وازنة، مع أنه هو بطريرك بالمسيحية الأرثوذكسية وبطريرك القسطنطينية، هو أول من اعترف بهذه الكنيسة وبانشقاقها عن الكنيسة الروسية الأم. اثنين، أن هناك كنائس أرثوذكسية للحقيقة وقفت مواربة، وقسم منها كان واضح بأنه راح بالرأي الأمريكي. أولا بارتلماوس له علاقة واسعة بالأمريكان تاريخيا، هو مواليد 1940 على ما أعتقد. ولكن البارحة بايدن تقريضه لهذا البطريرك يشي تماما بالدور الذي تلعبه أمريكا عبر كنيسة القسطنطينية للإمساك بتل أبيب الأرثوذكسية. أنا بدي أقول لك الحقيقة، وهيدا كتير هام على ما أعتقد، أن الكنيسة الأرثوذكسية تحتاج، الأربعة عشر بطريرك في العالم يحتاجون إلى وقفة، إلى أن يعودوا. وبدي أقول للسادة المشاهدين أنه من 1000 عام لا يوجد مجمع مسكوني أرثوذكسي حتى اللحظة، وأعتقد أن هذا يجعل الكثير ممن يريدون اللعب بمصير الأمم يدخلون من هذا الثقب الكبير. طب من هنا اسمح لي أن أسأل الزميل أحمد الحاج علي، هل يمكن أن يصل الانقسام الكنسي إلى حظر الكنيسة الأرثوذكسية بشكل كامل في أوكرانيا؟ يعني أي تبعات لمثل هكذا خطوات أو سيناريوهات؟ ما يجري علاء هو محاولة للتطبيع أو تطويع الكنيسة الأرثوذكسية بكل فروعها التي تبقت في أوكرانيا. بالطبع الكثير من المواطنين الروس ذات الأصول الروسية الأرثوذكسيين يمانعون هذه التغييرات الكنسية، هذه الانشقاقات الكنسية، وهم يرون أن ارتباطهم بالكنيسة الأم في روسيا. ما يحصل الآن هو أمر شديد الخطورة على مستوى الانقسامات الداخلية، وعلى مستوى حتى ممكن أن يصل في مراحل معينة إلى التطهير الإثني والعرقي والديني. ويعني نحن نتحدث عن بدايات حرب أهلية ليس فقط بين روس في روسيا وروس في أوكرانيا، بل نتحدث عن أرثوذكسيين من أصول روسية في أوكرانيا، بين مواطنين أوكران ومواطنين أوكران آخرين أيضا، بغض النظر عن المواطنين الروس الذين يسكنون الأقاليم الأربعة المنضمة حديثا إلى روسيا. هذا هو مكان خطر، هي أشبه بحرب صليبية هجينة تدار من قبل الغرب باستخدام يعني الوسائل الغير أخلاقية. نحن نرى أن هناك قوى يعني يقوم عليها بعض المثليين، يقومون بتغذية هذه النعرات الصليبية للهيمنة الدينية بعد الهيمنة السياسية والعسكرية. ناصر اللحام من جديد إليك، هل يمتد هذا الصراع إلى باقي أوروبا ولربما العالم، أم أنه رهن بالقتال الدائر في أوكرانيا؟ خطر الامتداد موجود. لا، أولا موقف الفاتيكان من قضايا العالم راكن ومتقدم في الفترة الأخيرة، سواء بزيارته الأرض المحتلة، بزيارته لسوريا، موقفه من المثليين الجنسيين، موقفه من الحروب، كان موقف الفاتيكان متقدم. موقف الكنيسة الأرثوذكسية وبالذات الروسية المناهض للمثلية الجنسية نال إعجاب الشرق. هذا هو الشرق، يعني محاولة بعض المتنفذين في الكنيسة الغربية إدخال مفاهيم نقض الدين تحت اسم الدين، محاولة ستبوء بالفشل، مسألة وقت وستفشل. وبالمقابل حين سألت السؤال خطر في ذهني ديانة أبراهام، يعني الرأسمالية الاستعمارية اخترعوا دين أبراهام عشان يدخلوا اليهود على الكنائس والمساجد، وعجزانين عن توحيد الكنيسة لأنه في أوكرانيا أنا أربط بين ما يحدث في الخليل وديانة أبراهام
والاستعمار وصفقة القرن وما بين ما يحدث في أوكرانيا، كل ما يجري هو محاولة لتدمير الكنيسة التي موقفها معادي للإمبريالية ولشركات السلاح. نعم أستاذ غسان الشامي، بدقيقة واحدة لو سمحت، ما خطورة اللعب اليوم على الوتر الديني ودور الكنائس في المواجهة الروسية الأطلسية؟ بيضم أول شيء أريد أن أتحفظ على تعبير حرب صليبية، لأن حتى مؤرخينا العرب كانوا يقولون هي حروب فرنجة. ما يحصل هناك هو هذا التمازج المرعب بين الدين والسياسة، وتوسل الدين في أتون الصراع ما بين الغرب وبين روسيا. من خلال هذا الأتون يمكن لهم أو يحاولون تحطيم الكنيسة الروسية، وهي كنيسة قوية. بالمناسبة سيدتي العزيزة، في روسيا أعلى أكثر نسبة أرثوذكس في العالم، في 125 مليون أرثوذكسي. نسبة الأرثوذكس من بين السكان هي 71%. هذا أمر يعني، والكنيسة الأرثوذكسية هي مع النظام الموجود في روسيا. تحطيمها في داخل أوكرانيا هو جزء من السياق السياسي في هذه الحرب. أحمد الحاج علي، بدقيقة واحدة أيضا، التعرض للمقدسات الإسلامية والمسيحية هل بات يشي اليوم بحرب دينية المعيار فيها هو التعارض مع القيم الغربية؟ بالطبع هذا ما أعنيه بكلمة صليبية، والعذر من أستاذنا الكبير أستاذ الشامي، ولكن بالطبع هي حرب فرنجية، حرب أطلسية، يعيد التاريخ نفسه، حيث تستعمل وتستخدم المعتقدات الدينية لشن حروب سياسية للوصول إلى مبتغيات وغايات ومصالح معينة استعمارية احتلالية. لا فرق هنا بين مسيحي ومسلم، لا فرق بين قيم إسلامية أو قيم أرثوذكسية مسيحية. الغرب بهيكلياته التي تستخدم الدين لتطويع المجتمعات، وباتت يعني تفصل العقائد الدينية على قياسها، وتسمح بما لا يمكن للأخلاق أن تتقبله ولا يمكن للإنسانية أن تتقبله، تريد تحطيم هذه المجتمعات التي تريد احتلالها وتطويعها عن طريق هذه السياسات الدينية الفئوية الفتنوية. سؤال أخير لك ناصر اللحام، وبدقيقة أيضا، ماذا عن دور الكنيسة البروتستانتية الأمريكية في كل ما يجري؟ هنا صراع، محاولة استقواء على الكنيسة الشرقية في فلسطين، سرقة أراضي وأملاك البطريركية لصالح الصهيونية، وأقامت مستوطنات. أثير الموضوع السنة الماضية والتي قبلها والتي قبلها، وكان للطائفة الأرثوذكسية موقف كبير تجاه رفض الاستعمار والاستيطان. أريد أن ألفت الانتباه لنقطة واحدة للمشاهدين، هناك 32 مليون مسلم في روسيا، جميعهم متصالحون مع الكنيسة الأرثوذكسية ضد مخططات وضد الطريقة التي يتغلغل فيها المبشرون من الكنيسة البروتستانتية في محاولة لكسر وتفريق الموقف الوطني عن الموقف الديني. إذا كنت أنت متدين فهذا لا يعني أنك لست وطنيا، بالعكس أفضل الوطنيين كانوا متدينين. الزملاء الأساتذة غسان الشامي، ناصر اللحام، أحمد الحاج علي، كل الشكر لكم. مشاهدينا التحليلية انتهت، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.